عيونك بإيدك. شو يا إبراهيم؟ أهلا وسهلا. أول طرابلس ما نجحت أبو صبحي؟ لا يا عمي ولو. أهلا وسهلا. شي بشاهي على الجد. أهلا وسهلا. كيف صحتي؟ ماشي الحال؟ إن شاء الله ما كنت تأخرت عليك. يعني شوي، معود أنت على مطعم أبو صبحي. أبو صبحي مطعم كثير طيب، أكله ونظيف، كل ما كنت بطرابلس بيجينا عنده أنا. أصحابي شوي. عشان السير كثير اليوم بطرابلس، ما أعرف ليش وفي. يلا إن شاء الله خير. معك محطة ال ASC. نعم. وصراحة حابين ناخذ هيك عن خبرتك الواسعة بالتمثيل، شو فيك تخبرنا عنه؟ أنا إلي من سنة 86 بغني وبمثل. الحمد لله كتر خير الله، مهنة كثير حلوة. بس تعرفي بلبنان الممثل يعني إنسان بيضحي وبيعطي من حياته ومن عمره بلا إفادة، بس يبسط الناس وتكون الناس مبسوطة على طول. Didn't you have any chance to travel abroad and have any role outside? إيه كنت بدبي، عشت 16 سنة بدبي، اشتغلت بدبي وهلا رجعت على لبنان. What about the experience abroad? Better or less than here in Lebanon? بلبنان عندي مطعم أنا بمنطقة البترون كمان. شكراً. حبيب قلبي أحلى مطعم. أحلى أبو صبحي. What else would you like to tell us about your experience? بحكيني عربي لأنه بالإنجليزي أنا شوي مش منيح. أنا لغتي فرنسية يعني. Je parle bien français. Je parle bien français. Je ne sais pas parler français. طيب شو بدك قولي لي؟ عندي خبرة بكل شيء يعني. مشان الجمهور كمان يفهم، مشان العالم تفهمنا. لأن في كثير ناس ما بتفهم إنجليزي. حجرب قد ما فيني. ايه اهلا وسهلا فيك يا حبيبه قلبي. بس usually our TV will talk about things related that we will talk about you but also maybe outside Lebanon too. ما بعرف يعني فسريلي اكثر. حسب ما انا سمعت انت كان عندك دور عامله قبل على التلفزيون. نعم. شيء بسيط. ايه كثير كانت الكاميرا اكثر شيء. أكثر شيء مع كميل الأسمر. على طول كميل الأسمر على طول بطعمين بايد جاتو يعني 30 سنة له نازل فيي وما عم بقدر أركب شو. ما أنا نحكي مش مبرر يعني. أنا معتذر. بقلك كميل سامي تليفونك بإيدك. أبو كميل. لك عيدني خليك اللي بتجيني على ابو تليفونك كمان. خلص حل عني بقى. يلا حل عني بقى ين لحقني لحقني وراي بالبيض وبالكاتو والسراب العتيقه. حل عني بقى حل عني لحقني لحياتي. طلعت ونزلت وأحلام ونحن من وعي.